مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمطار رعدية ستشهدها أغلب المناطق الشمالية خلال ليلة اليوم، أحيانا تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد محليا حتى يوم الغد بإذن الله. دائما نبقى نشهد تذبذب في حالة الطقس. من مميزات فصل الخريف طارة استقرار، طارة نشاط خلايا رعدية. إذا خلال ظهيرة الغد بحول الله أمطار رعدية ستشهدها كل المناطق الداخلية حتى السواحل الغربية والوسطى. تشهد بعض الأمطار المحلية، طقس ثقيل نوعا ما. أما المناطق أو السواحل الشرقية ستشهد أجواء مغشت جزئيا خلال يوم الغد بعد تلاشي الضباب خلال الصبيحة. المناطق الجنوبية ستشهد نشاط لخلايا رعدية على كل مناطق شمال الصحراء الواحات، الجنوب الغربي لغاية أقصى الجنوب ومرتفعات الهوغار وتاسيلي، تكون مرفوقة ببعض الأمطار المحلية. وأيضا الرياح ستكون قوية نحو شمال منطقة الثورة وشمال الصحراء، هنا ستعمل على نشاط الكثير من الزوابع الرملية. درجات الحرارة خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 20 إلى 30 درجة بالمناطق الشمالية، إذا ستقرب 28 درجة بسواحل الشرقية، تقريبا نفس المقياس بسواحل الوسطى، لن تتعدى 22 درجة بوهران، تقرب 20 درجة فقط بالجلفة، بينما ترتفع إلى غاية 30 درجة بمعسكر غليزان وشلف، جنوبا 26 درجة ببشار، 22 درجة بثمن راس، وتكون مرتفعة بأضرار بإن صالح، هكذلك بورقلة وحاسم سعود في حدود 32 درجة. بالنسبة لدرجات الحرارة قصوى خلال ظهيرة الغد تعرف ارتفاع خاصة نحو المناطق الشرقية، 41 درجة كعلى مقياس بالطرف بعنبة سكيكدا إلى غاية جيجل، 40 درجة بتيزي وزو والبويرة، 42 درجة بمعسكر غليزان شلف عين دفلة، 38 درجة بالنسبة لقسنطينة. أما بالعاصمة ستقرب 35 درجة مع نسبة رطوبة عالية، 33 درجة بوهران والجلفة جنوبا، 34 درجة بمنطقة تمن راس، 29 درجة إلى غاية 31 بالجنوب الغربي، 39 درجة بغردايا وإليزي، وما بين 37 إلى غاية 39 درجة بأقصى الجنوب. خلال يوم الغد البحر بحول الله سيكون هادئ تماما، وهذا على كل السواحل، حتى الرياح تكون ضعيفة، تصبح معتدلة خلال أواخر النهار نحو السواحل الشرقية، تأتينا من شرقية إلى شمالية شرقية، تدور إلى غربية جنوبية غربية نحو السواحل الغربية. عن وقت شروق الشمس لصبيحة الغد على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و 24 دقيقة، والغروب على الساعة 7 مساء و 6 دقائق. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه.